يتوجه يوم غد الأربعاء 8 شتنبر 2021 نحو 18 مليون ناخب وناخبة صوب صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان وكذا في مجالس الجماعات والجهات، في وقت باتت تشكل فيه الانتخابات ما يشبه استفتاء شعبيا على الأحزاب والزعماء السياسيين. حزب التجمع الوطني للأحرار وقع على حضور ميداني كبير لا يخفى على أحد، سواء من خلال دينامية مرشحيه بمختلف الدوائر الانتخابية أو من خلال الزيارة الماراثونية التي يقوم بها رئيسه عز أخنوش إلى مختلف مدن وقرى المغرب، حيث يلقى ترحيبا كبيرا وانخراطا فاعلا من جميع المواطنين الذين آمنوا بمشروع الحزب وبرنامجه. هذا البرنامج في الأصل نتاج عمل تشاركي بين المواطن والحزب، ساهم الجميع في إعداده وتسطير خطوطه العريضة. ويرى مراقبون أن هذا الالتفاف على عزيز أخنوش ومن خلاله على حزب التجمع الوطني للأحرار وبرنامجه هو بالأساس دعم لمشروع مواطنتي يتحدث باسم مختلف فئات المجتمع، لا سيما منها الفقيرة والمهمشة التي وجدت أخيرا من يوصل صوتها ويعبر عن هواجسها وانشغالاتها من خلال برنامج تشاوري أطلق عليه الحزب اسم 100 يوم 100 مدينة. حزب أغرس غرس طيلة 5 سنوات الأخيرة سطر هدفا كبيرا يبدأ بالإنصات للمواطن. تنمية خصها توصل للجبل كذلك إن شاء الله، عولوا علينا وعولوا عليا إن شاء الله. شكرا. بخلاف الحزب الحاكم البيجيدي الذي هرع من خلال حملته الانتخابية إلى مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن شعبية مفترضة لم يعد يمتلكها بعد الأداء المخيب الذي بصم عليه ووزراؤه طيلة 10 سنوات، 10 سنوات من توليه المسؤولية بما فيها قيادة الحكومة وتسييره لعدد كبير من المجالس الجماعية دون تقديم أي إضافة تذكر. النجاح الوحيد الذي يحسب لحزب المصباح هو الزيادات، زيادة في الأسعار، زيادة في سن التقاعد، وزيادة في إثقال كاهل الأسر المغربية. أضف إلى ذلك الزيادة في ثروة بعض قياداته التي كانت قبل زمن قريب تشتكي الفقر والعوز، فأصبحت بقدرة قادر آثار النعمة بادية على وجوههم يراها القاسي والداني. واش عليا ولا عليه ولا عليها؟ ينضاف إلى هذه النجاحات الخارقة نجاحه في تكوين جيش عرمرم من الكتائب الإلكترونية، مهمتها الوحيدة تشويه صورة الخصوم كذبا أحيانا وتزويرا أحيانا أخرى وترهيبا أحيانا كثيرة. وبالعودة إلى الساحة الانتخابية، لا يختلف اثنين بأن رئيس التجمعيين عز أخنوش شكل استثناء في المرحلة الأخيرة شعبية كبيرة بين المواطنين في المدن كما في القرى، وحملة انتخابية نظيفة استطاع من خلالها التفوق على منافسيه ميدانيا وعبر منصات التواصل الاجتماعي. عز أخنوش يقدر عاليا هذا الاحتضان الشعبي العفوي والدافئ الذي يغمره به المواطنون عبر ربوع المملكة. وأمام هذه المشاعر الحقيقية والصادقة يرد عز أخنوش التحية بمثلها وأحيانا بأحسن منها، وينتظر المغاربة يوم 8 شتنبر 2021 وهو يوم الاختراع للتعبير عن اختياراتهم لمستقبل أفضل.